أبونا محتاجين كده، يعني كلنا بنستنى الوقت ده من كل سنة، كلنا بنحب قوي إننا نستقبل ميلاد المسيح بشكل مختلف، حياتنا كمان تكون مختلفة، لكن أكيد عند قدسك وفي الأراضي المقدسة بشكل خاص في بيت لحم في ترتيبات معينة للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد، خاصة في الظروف دي اللي احنا فيها وارد يبقى الموضوع شوية مختلف، فعايز قدسك تقول لنا الترتيبات دي بيحصل فيها إيه، وبتحتفلوا إزاي برأس السنة، وبتستقبلوا إزاي ميلاد المسيح؟ هو الاحتفالات عندنا مشابهه بنسبه كبيره للاحتفالات عندنا في الكنيسه في مصر، بس باستثناء بعض الاضافات البسيطه اللي هقولها لحضرتك دلوقتي. يعني احنا بنحتفل براس السنه طبعا عادي، بنصلي قداس بعد التسبيحه بالليل، وبننهي السنه بصلاه من الساعه 12 ل 5 ل 12 و5، بنطلب فيها في الباب ونشكر ربنا على اللي فات، وبنتمنى ان ربنا يسندنا ويشددنا في اللي جاي. بالنسبه لاحتفالات عيد الميلاد، يوم 5 يناير بيبقى عندنا دخله رسميه حسب وضع الستيتس كو، نظام المتابعه في الاراضي المقدسه كلها، بدخله لرئيس عام الاديره القبطيه بيسموها دخله ابونا الرئيس، دي بتكون يوم 5 الساعه 10 صباحا، بيبقى في موقف رسمي بيتقدم القواصه، ودول كانوا من زمان من عهود قديمه ولسه مفتخرين بهذا المظهر الاحتفالي لغايه دلوقتي. بيدخلوا لكنيسه المهد بياخدوا بركه الكنيسه، وبنبقى ندخل مغاره الميلاد، موضع ميلاد السيد المسيح في كل المجد. وبعد كده بنكتفي في ضيافه اخواتنا كنيسه الارمن الارثوذكس، بنقيم في غرف نقعد فيها فتره الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وهم في مقابل استضافتنا هنا كنا نستضيفهم في دير الشريف العظيم يا جرجس للراهبات القبطيات عندنا في القدس. بيصلوا عندنا عيد يا جرجس، بيصلوا العشيه وبيصلوا القداس. احنا عندنا الكنيسه اللي في الدير فيها جزء كبير من ذراع الشريف العظيم يا جرجس، بناخد بركته عندنا موجود في الاراضي المقدسه، فهم بييجوا يصلوا عندنا بالتبادل، احنا بنصلي عندهم في عيد الميلاد وهم بييجوا يصلوا عندنا في شهر 11 في عيد الشهيد العظيم ماري جيمس. دي بالنسبه لدخلة ابونا الرئيس بتبقى يوم 5، بعد كده بنصلي قداس الفرامون يوم 6 صباحا، وسيدنا المطران ياسر انطونيوس بيدخل الساعه 10 صباحا يوم 6 يناير ليله العيد. بندخل ناخد بركه موضع المهد اللي هي المكان النجم اللي ظهر للقدوس، وبعد كده بنتجه الى بدايه صلاه رفع الدور العشيه، بنصلي رفع الدور العشيه، وبعد كده بنتجه الى الغرف اللي احنا موجودين فيها للراحه بعض الشيء، وبعد كده بننزل نصلي رفع المبكر والتسبيحه والقداس وبيتم كله، وبيجي رئيس دوله فلسطين بيجي يهنينا بالعيد ويهني سيدنا في كل سنه، وبعد نهايه انتهاء القداس نرجع الدير عندنا في القدس.